التمثيل الخارجي لدولة ما هو مسؤولية جسيمة، والسياسي الصالح النزيه ذو المبادئ وذو القيم هو الذي لا يعلو جهدا على حسن التمثيل. كم كانت مؤثرة، وهذا حادث شخصي، كم كانت مؤثرة جدا 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 تلك الصورة التي رفعت في حي باب عمرو في حمص الأبية عندما كتب عليها شكرا علي الدقباسي مرشح الدائرة الرابعة رئيس المجلس الانتقالي البرلمان العربي، المرشح علي الدقباسي فليتفضل مشكورا غير مامورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أود أن تكون كلمتي تقليدية، أود أن أقولكم حقائق عشناها وأنتم عشتوها وقرأتوها وسمعتوها. ألا تذكرون محاولات البعض الدفع لنواب الإصلاح إلى الاستقالة؟ ألم يقولوا لماذا لا تستقيلون؟ ألم تتساءلوا أنتم في يوم من الأيام لماذا لا تستقيلون؟ طالما أن هذا المجلس سيء، كانت النبرة تدفع بهذا الاتجاه لإحراج النواب. وأقول لكم حقيقة تاريخية، نعم فكرنا في الاستقالة، نعم تدارسنا الاستقالة، وجدنا من الاستقالة ستجد مناخا أكثر للفساد، وآثرنا البقاء والمقاومة، وكان النصر من الله عز وجل. ثم بحكمة سمو الأمير اللي دفع البلد إلى الإصلاح الحقيقي ومرحلة جديدة، ثم لشباب نهج ولكل من وقف نساء ورجالا في ساحة الإرادة واستطاع أن يوصل صوته واستطاع أن يقيم بعمل أو يقيم بعمل لم يستطيع النواب القيام به. نعم لم يستطيع النواب مقاومة الفساد، بل لم يستطيع النواب عقد جلسات عادية لمناقشة قضية التعليم. المجلس كان غاية في السوء، ونحمد الله عز وجل إن نحن اليوم في مرحلة جديدة ونهج جديد ورئيس جديد وحكومة جديدة، ونأمل مجلسا جديدا قويا معبرا عن ضمير الأمة. ولا يحاول البعض أن يطلق باستمرار وبإسراف نواب المعارضة، نحن لا نعارض من أجل المعارضة، نحن سنعارض كل عمل يتعدى على أموال أملاك الدولة وحريات الناس ومصالحهم وأموالهم، وسنساعد أي عمل يدفع باتجاه مصلحة الكويت ويوجد حلا للقضايا اللي الدولة تعاني منها. نحن نواب، أو يفترض كنا نواب، وإن شاء الله إذا الله أكرمنا أن نكون نواب من أجل التنمية والإصلاح والمحافظة على الدولة وأملاكها، وأيضا على حريات ومصالح وأموال المواطنين. من هنا من ندوة نهجي الجديد أتعهد إذا الله أراد وتشرفت بتمثيل الأمة، وأقسم بالله العظيم العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأودي أعمالي بالأمانة والصدق. وهذا التزام تحملناه في فترة سابقة، وإن شاء الله نكون ما خذلناكم. ما يسعني في هذا اللقاء وبعد الإطراء من السيد المحترم عريف الحفل أقول له مشكور، أنا أقول لم أختار رئيسا للبرلمان العربي لأني نائب مميز أو نائب عبقري، لا لا، أنا اخترت لأنني نائبا كويتيا من هذا البلد اللي فيه سقف عالي للحريات وفيه احترام لحقوق الإنسان وفيه أيضا احترام للمبادئ الدستورية. لهذا تم اختيار الدقباسي رئيسا للبرلمان العربي، وعملت أن لا أخذلكم في هذه المؤسسة وأن أقوم بواجبي وأعمالي بالأمانة والصدق. وفي الأمس دفعنا بتصريح حول المجازر
التي ترتكب حاليا في سوريا الشقيقة. والبعض يتساءل وخاصة ممن هم ضد حقوق الإنسان والحريات في بعض الفضائيات، كيف هذا الرجل اللي فقد العضوية في بلده رئيسا للبرلمان العربي؟ وأنا أقول له طبقا لنص المادة 12 من النظام الأساسي للبرلمان العربي أني أتمتع بممارسة صلاحياتي الدستورية إلى يوم الانتخابات. إذا الشعب الكويتي جدد الثقة فيني سأبقى في منصبي اللي هو منصب الكويت وتقدير الكويت، وإذا لم يشاء الله عز وجل لي هاك الوقت أتنازل وأترجل عن صهوة حصان البرلمان العربي ويستلم غيري أفضل مني. وحتى تلك الساعة سأقوم بأعمالي بالأمانة والصدق بالدفاع إن شاء الله، واللهم لا رياء ولا غرور، بالدفاع عن مصالح المسلمين والأمة العربية وحرياتها من أجل نهج جديد يتماشى مع رياح التغيير في العالم العربي. نحن في الكويت نعيش بفضل الله في ربيع دائما، ونتأمل أن عدوى الحرية وأيضا حقوق الإنسان والحريات تشمل عالمنا العربي. وأتأمل أني إن شاء الله عز وجل ما أخذلكم في هذا الإطار. لدي كلام كثير وجوانب متعددة لن أتطرق لها اليوم، أدخرها للزمان والمكان المناسبين وهو في افتتاح المقر الانتخابي، حتى لا أخذ وقت زملائي الذين هم من الزملاء الذين يفتخر الإنسان بالانتساب لهم. منهم من تعلمنا منه واستفدنا منها، ومنهم من تزامننا معاه وكان صلب وواقف. أنا أستقل هذا المنبر وأقول لكل الكويتيين وليس فقط للدائرة الرابعة، إذا أردنا نهجا جديدا حقيقيا يجب أن يكون نسبة الإقبال عالية ومرتفعة، يجب أن تكون هناك مشاركة فاعلة، لأنه كل ما ارتفعت المشاركة سيكون المجلس المقبل معبر عن ضمير الأمة، وسيحارب القبيضة وشرايين الأصوات اللي الكل يعرفهم بس مع الأسف كل الكويت تحكى فيهم إلا وزارة الداخلية ما تعرفهم، وهذا أمر يدعونا للقلق. ومن هنا نوجه الرسالة بضرورة ضرب أوكار الفساد اللي تشتري ذمم الناس وتخربها محاولة الوصول إلى المجلس للسيطرة على قرارات والسيطرة أيضا على الإرادة الشعبية، وهذا لن يكون بإذن الله عز وجل، ونتضرع إليه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. أعتذر على الإطالة وأشكركم جميعا، ونلتقي إن شاء الله بحفل جديد يعبر عن انتصار مجلسا قويا وقادرا على العبور في البلاد إلى ما نتمناه ونطمح إليه. شكراً.